بعد بكره. النهارده بقى الفيديو هيبقى عباره عن ان انا هوريكم المشتريات بتاعت ياميش رمضان، وهوريكم الزينه اللي انا عملتها، مش هركبها معاكم، هوريكم عشان تاخدوا افكار وكده، ان انا بفرعين بس كده من الزينه اللي بتتعلق عملت فيها ديكور حلو جدا، و يعني بسيط بس شكله تحفة جدا، وبيديكي كده احساس وبهجة بدخول رمضان، وان شاء الله هيعجبكم. وكمان هنعمل مع بعض كورنر كده للصلاة، او ركن للصلاة، علشان نبقى متشجعين كده ونقرب من ربنا اكتر في الشهر الكريم، وان شاء الله يعجبكم وتعملوا زيه، واكون اديتكم افكار كده وتعملوه قبل ما رمضان يبدأ. النهارده اعمل معاكم الفيديو وانا لابسه التيشيرت بتاع الطمطم، علشان يعني يبقى كل حاجه كده اجواء رمضانيه، وان شاء الله هتصور بقى صوره كده، التيشيرت تبقى واضحه، وهنزلها على انستجرام، وهسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام عشان تتابعوني عليه. ويلا بينا بقى على الفيديو. بصوا، قبل ما اوريكم الياميش بتاع رمضان، حابه اقول لاي حد مثلا لسه متجوز، لاي واحده لسه متجوزه، تبقى لسه متجوزين مش عارفين نجيب ايه، او احنا المفروض اساسا ايه الحاجات اللي احنا نشتريها. فانا نصيحتي ليكي ان انتي تجيبي الحاجات اللي انتي بتستخدميها او اللي انتي بتاكليها انتي وجوزك، ما تجيبيش اي او مثلا كل الحاجات المتعارف عليها باسم ان انت يعني اللي هو دي حاجه رمضان، عشان ما تترميش، وعشان انتوا جيب الحاجات اللي انتوا بتحبوها. يعني مثلا الخشاف، مثلا انا وجوزي عندي ما بناكلوش خالص ومش بنحبه، فاكيد مش هجيب مثلا اللي هو القراصيه والمشمشي. بصوا بقى، اول حاجه جبتها في ياميش رمضان الكاجو، دول تقريبا ربع كيلو. انا جبت الحاجات تشيز كيبرز زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع مشترياتي من تشيز كيبرز بتاعت الموتزاريلا وكده، ان انا هجيب الياميش بتاعي منها. انا برضو جبته منها السنه اللي فاتت، والمكسرات عندها حلوه جدا، وفي حاجات جبتها من عندها السنه دي كنت مجربتهاش السنه اللي فاتت، هقول لكم عليها حلوه ولا لا. وجبت سوداني، جبت برضو منه كذا كيس عشان طبعا تبقى بنستخدمه كتير. وجبت برضو البندق، وجبت اللوز، عندها المكسرات بجد حلوه قوي هتعجبكم، وده سوداني تاني. وجبت من عندها الرز البسمتي، انا اول مره اجيبه من عندها عشان بقى الرز بالخلطه والحاجات دي، ان شاء الله برضو هبقى اعمله معاكم، بس يعني ان شاء الله يبقى حلو، هقول لكم برضو لما اعمله حلو ولا لا. بصوا بقى، جبت من عندها ده التمر الهندي الباودر، هو شكله مختلف تماما عن اللي احنا بنجيبه، اللي هو بيبقى اللي هو الباودر ده اللي هو بيبقى لونه اغمق من كده وتحس ان هو حبوب كده، شكله مختلف تماما مع انه نفس الريحه. يعني هي عندها التمر الهندي الطبيعي وعندها اللي هو الباودر ده، اول مره اجربه من عندها، هشوف بقى حلو ولا لا، بس ريحته حلوه جدا. وجبت من عندها الصوبيا، عايزه اقول لكم مود جدا في الصوبيا، يعني انا عندي اساسا من السنه اللي فاتت وجبت من كتر ما بستخدمها كتير. وجبت من عندها تمر هندي، ده انا اول مره اجربه النوع ده، جبت من عندها قبل كده بس كان نوع تاني، اسمه تمارة الذهبية، اسمه تمارة على اسم بنتي، فاكيد هيبقى حلو يعني. وصحيح الصوبيا انا جبت من عندها السنه اللي فاتت كانت حلوه جدا وريحتها تحفه. وجبت من عندها كمان الرقاق الطري، جبته من عندها قبل كده تقريبا مش فاكره، بس عندها الكريب والعيش السوري عندها حلو جدا، علشان طبعا صينيه الرقاق دي معروفه قوي في فطار رمضان، وان شاء الله اعمله معاكم. اللي بقى جربته النهارده او المره دي اول مره، البلح، البلح طعمه
خطير. عايزه اقول لكم انا ماليش في البلح اصلا، يعني انا من حتى من قبل ما اتجوز البلح ده عمري ما يجي في بالي كده اخد واحده ادوقها، ممكن اول ما يجي اخد واحده وخلاص، اما ان انا اروح واجي على البلح ده بروح واجي هخلصه قبل رمضان. استنى اوريكم شكله. بصوا شكله اهو، عايزه اقول لكم طري قوي كانه جد عجوه. عارفين العجوه اللي هي بالسمنه دي؟ طبعا تخن السنين يعني، بس بموت فيها برضو. نعم يا رب. حاضر. حلوه قوي. لو انتوا بتحبوا نوع البلح ده ان هو ميبقاش ناشف قوي، ده خطير. وكمان طبعا باللبن، لو انت تعمليه كده باللبن تقطعيه وتحطي لبن او تضربيه كانه عصير، تحفه. اخر حاجه بقى جبتها من عندها البسكوت. فاكرين البسكوت ده؟ جبته من عندها برضو بس كان السادة، مش اللي هو الكاكاو. فقلت بقى اجرب الكاكاو، بس بصراحة عجبني التاني اكتر اللي هو السادة. السادة كان خطير. ده مش بس، هي دي الحاجات اللي انا جبتها ليمين رمضان. تعالوا بقى اوريكم الزينة وجمالها. سو اول حاجة ده البوفيه كده، حطيت القلة اللي قلت لكم عليها عليه كده، وبرضو هستخدمها زي ما قلت لكم. وهو منور شكله تحفة ازاي. رمضان احلى مع هبة. هنا رمضان كريم، رمضان مبارك، وهنا شهر الخير، وهنا السورة. وهنا المصحف. المصحف ده انا هعمله احطه عند الكورنر بتاع الصلاة، وده المعطر القميشة تبقى على البوفيه على طول علشان طبعا احطه على طول. وهنا طمطم هي قاعدة. وده الفانوس التاني. وبصوا بقى فرع النور اللي يجنن ده، هوريكم بقى شكله من بعيد، هوريكم الشكل النهائي من بعيد. بصوا دي زينة كده حطتها بفوق البوفيه، شكله حلو جدا، محطوط بوجي. تعالوا بقى اوريكم الشكل النهائي من بعيد. بصوا الشكل من بعيد كده والانوار منوره. ده يعني ده لسه كده بالليل ما جاش قوي، فبالليل هتبقى الانوار دي خطيره. شايفين فرع النور، هلال ونجمه، وده الفرع من فوق شكله يجنن. بقى عند الستاره قلت اعلق فرع الزينه ده. عايزه اقول لكم انا جايبه فرعين بس، اللي هو الفرع 5 متر، وظبطت بيه ان انا احط كده زينه في عند الستاره وعلى الحيطه وخلاص. بس مديه بجد الريسبشن شكله حلو جدا ومبهج قوي. وانا بقى قعدت اعلق الزينه وارتب الدنيا وكده، كنت مشغله اجواء بقى الاغاني بتاعت رمضان، فكان احساس حلو قوي بجد. وعلقت بقى الفرع التاني هنا. بصوا انا عندي الكورنر ده ما بين الكنبتين كده، قلت ده افضل مكان ان انا اعمل فيه، علشان يعني ايه بعيد كده عن بقيه الشقه، ويعني واخد كده مكان صغير قوي اللي هو هعرف ايه يعني ان انا اصلي بتركيز واقرا قران بتركيز. فردت مصليه كده، مصليه اصلا لونها يعني الوانتها حلوه قوي. المصلية دي كانت من السعودية، فألوانتها مبهجة جدا. وبصوا الكوشن دي كانت عندي، حسيت ان هي ألوانتها رمضانية قوي، فقلت يعني هتبقى جميلة مع الركن بتاع الصلاة عشان احط عليها المصحف، لان طبعا المصحف ما ينفعش احطه على الارض.
وطبعا المعطر بتاعي اللي انا بموت فيه عشان ارش على المصلية قبل ما اصلي، ريحته خطيرة خطيرة خطيرة. بقى كان الكورنر الصلاة بتاعي البسيط جدا، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا. الموضوع بسيط قوي، يعني كل الحاجات دي عندنا في البيت، بس بتدي اجواء بقى رمضانية حلوة قوي، هتخليكي تصلي و تقري قرآن كده بخشوع، و يعني هتبقي حابة ان انتي اللي عاملة الكورنر ده بنفسك. فعايزاكوا بقى تصوروا لي الركن بتاع الصلاة بتاعكم وتبعتوا لي على انستجرام، و تصوروا برضو الزينة، حتى لو انتي لسه برضو مش متجوزة، في اوضتك اعملي كده كورنر ليكي للصلاة وظبطي كده الدنيا، وان شاء الله هيبقى حلو جدا. انا حبيت الافكار النهاردة تبقى بسيطة جدا عشان كله يقوم يعملها، ما توقفيش يعني الدنيا على ان لو انتي مثلا مش عندك حاجة معينة، بالحاجات اللي عندك تقدري تعملي حاجات تحفة جدا. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله، وباي باي.